فوز كبير حققته كتلة سائرون في الانتخابات البرلمانية العراقية بزعامة مقتل الصدر. فخلال مؤتمر صحفي لإعلان النتائج النهائية، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات تصدر تحالف سائرون المرتبة الأولى بحصوله على 54 مقعدا من أصل 329 مقعدا نيابيا، فيما حلت قائمة ائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري بالمرتبة الثانية، وقائمة النصر بزعامة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالمرتبة الثالثة. القائمة الأولى سائرون، عدد الأصوات الكلي 466,137، عدد المقاعد 17 مقعد. تحالف الفتح، مجموع الأصوات الكلي 264,011 صوت، عدد المقاعد 9. ائتلاف دولة القانون 236,374، عدد المقاعد 9. وفور إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية غرد الصدر على موقع تويتر معتبرا فوزه بمثابة انتصار للعراق، ومعلنا عن إصلاحات لم يسمها. ورغم إعلان تصدر كتلة الصدر للنتائج، إلا أنه لا يمكن له أن يتولى رئاسة الوزراء لأنه لم يرشح نفسه في الانتخابات، لكن فوز كتلة سائرون يضع الصدر في موقع يتيح له اختيار من سيتولى المنصب. وخلال الأيام الماضية اندلعت تظاهرات في كركوك احتجاجا على مزاعم حدوث تزوير في الانتخابات التشريعية، ما دفع رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى قطع وعد على نفسه بإعادة فرز الأصوات في شتى أنحاء البلاد إذا ثبت وجود خلل في نظام التصويت الإلكتروني في كركوك.